ما هم هيبقوا اخواتكم والبيت كبير، انتوا هتعيشوا معايا في نفس الدور وهم في دور تاني، وكل واحده فيكم ليها اوضتها. هتلاقي دي اللي هتفضل زي ما هي. انت عايز تقعد علي وطاهر في اوضه، وانا ومصطفى في اوضه، عشان هي وبناتها كل واحده تقعد في اوضه لوحدها. ما تاخدوا الاوضه اللي فوق اللي في الروف واللي جنبها، انا بس مش عايزكم تطلعوا دور زياده. انتوا واقفين على ايه؟ على اوضه فوق ولا اوضه تحت؟ انا واقف على حاجه تانيه خالص الصراحه. انت ازاي قدرت تعيشنا خدعه انك عايش على ذكرى ماما، وان هي لو كانت عايشه كنت هتفضل بتحبها عشان امي اتظلمت منك وهي عايشه. ما انت عملت ايه دلوقتي؟ ظلمتها وهي ميته. انا حافظت على كل حاجه سابتها لي، ولو الوضع كان مقلوب وانا اللي مت كان من جوايا هتمنى انها تتجوز علشان ما تعيش لوحدها. انا ما عملتش كده، انا فضلت لوحدي لحد ما قابلت اللي تستحق تكون مكانها. مفيش حد يستحق يبقى مكان امي، مفيش زيها. انا عارف ان مفيش زيها، وانا مفيش زيي بالنسبه لكم على الاقل. انا عمري ما عملت حاجه وحشه لحد فيكم في حياتكم. مستخسرين فيا ان انا احب؟ انا عمري قلت لك ازاي تحب؟ كنت دايما بحط نفسي مكانك. حطوا نفسكم مكاني. ما تصاحبها ولا ترافقها، احنا مالنا احنا؟ اه والله هنخلص من حوار الفكسان ده. يلا يلعن ابو بيتك انت بحوربايه وطي يا وطيين يا سفله، جاتكم القرف فيكم وفي عيشتكم، تفوق عليكم. اتجوزي براحتك وروحي عيشي معاه، انا هقعد هنا. وانا بيهتلنا بقى شغاله تيجي تعيش معانا وتعملي لنا اللي انت كنت بتعمليه؟ انا امتي عندك شغاله؟ انا شغاله بالنسبه لك؟ احنا مش هنسيب بيتنا يا ماما. بابا انا مش فاهمه اتفرقتي ايه عن بابا؟ بتلومي ليه بقى؟ زي ما هو سابنا زمان انت بتسيبينا دلوقتي؟ ابوكي مين؟ ابوكي مين اللي بتقارنيني بيه؟ فرقتيش كتير عنه على فكره، بتترمينا دلوقتي زيه بالظبط. انا مش عاوزه اتجوز، يغور قلبي ويغور احساسي قدام اللي انا شايفاه فيكوا دلوقتي. انا ما كنتش فاهمه بس انتوا بجد فوقتوني. غوروا من وشي، غوروا من وشي. انا اكتشفت ان انا ما ربيتش حد فيكم. عارفين انتوا عملتوا فيا ايه؟ انتوا زلزلتوا الارض تحت رجلي، غيرتوا كل اللي انا كنت مصدقه. انا كنت مصدق ان عكس الحب هو الكره، لكن لا، عكس الحب هو الأنانية. الأنانية أصعب من إنكم تكرهوني. واحد طماع، واحد عامل نفسه فنان وبيحس وهو جاحد، واحد ما بيفكرش غير في راحته هو وبس. حسبتي فيكم كلها طلعت غلط، كل اللي عملته معاكم كان غلط. زرعتي بقرت على رأي ابويا الله يرحمه. يا ريتني كنت مكان امكم. يلا سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. يلا
اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.